اقول بيض الله وجهك. صح صوتك والله يعطيكم الف عافيه. طيب يا جماعه الخير، في احد الاسر المنتجه اللي للامانه احنا نفتخر فيهم، احنا نفتخر انهم احنا ناكل من اكلهم الزين، واللي للامانه يشتغلون بكل ذمه وضمير، وحنا داعمين لهم للامانه. نفتخر باخواتنا السعوديات انهم وامهاتنا كذلك انهم يصلحون هالاكل الجميل، واسعارهم جدا مناسبه. خلونا وياكم نشوف اكلهم ونقيمهم و الله يبيض وجهك. جعلني ما عدمك يا حبيبي، الله يطول عمرك. من طيب راسك ابو سعد، ما عليك زود، هذا جعلهم يسلمون على كل حال، الله يطول اعماركم. هذا يا جماعه الخير اي سم شيف نويلا شعبيات وحلويات، اسر منتجه شغل بيت، تخصص بالاكلات الشعبيه والحلويات والبوفيه المفتوح، استعداد تام للزواجات والحفلات. طيب للتواصل والحجز والاستفسار الرقم، عادي اروح لهناك اوريهم الرقم. لا هم يعرضونه طالع على الشاشه. انت اعطيهم السناب، سناب او انستغرام والتيك توك مو احد. ان او اي ال اي نقطه اس يو اف. طيب نذكر مشاهدينا الكرام، الله يعطيهم الف عافيه، الكاشه اللي هم اكلهم الشعبي هذا طالع على لهنت، الله يبيض وجهك، طالع على الشاشه. بامكانكم تتواصلون معهم قبلهم بيوم بيومين، اذا عندك حفله، عندك مناسبه، عندك تخرج، عندك اي مناسبه تقدر تطلب هل البوفيه الجميل اللي باسعارهم جدا مميزه، تواصل معهم الله يعطيهم. طيب المشروبات لبيه، والله هم اللي يستاهلون الدعم، يشهد الله. اي أيوة والله انت بس انت شوف كيف قوه التعب اللي قاعدين تعبونه، والله ما شاء الله، من ناحيه الاكل، من ناحيه طيب تنويع الاكل. طيب ما شاء الله. اي والله صادق، لا بخل على من الدعم يا شيخ. هذا الكلام بيض الله وجهك يا ابو الحي. انا ذكرت قبل شوي مسكت، جعل فيه العافيه. طيب يا جماعه الخير، ايش رايكم نركز على المشروبات ولا عليكم امر؟ خلها. طيب في عندهم مشروبات بس انا اتوقع انها الشيبان الله شوي بالعافيه. دقيقه بس نشوف، دقيقه باقي في شيء هنا ولا باقي؟ اثنين. طيب خلينا بنطلع واحد بس، طلعوا واحد. الله يطول معزومين، احنا معزومين يا اخوي، خلينا نشوف. الله يطول. طيب كل واحد باقي واحد. طيب يا جماعه الخير عندهم مشروبات اللي هي يتكون عن كابتشينو ولاتيه وسبنش لاتيه بارد طبعا. ابشر والله بالسعر، واحد لي واحد لحماده، هذه كلها اثنين لحماده. زين يا جماعه الخير، مومنت اللي هو للاكلات الشعبيه، صراحه للامانه شغلهم جبار، شوفت عينكم يا جماعه الخير. والان بنقيم اكلهم بعد ما يذوقون الشباب. تفضل يا حبيبي. عندنا هنا اطباق الحلا بيض الله وجيههم والسلطه. يا شباب شوي شوف كيف الترتيب يا حبيبي، الله يجزاك. اشياء صراحه اسلم. طبعا شوف بوفيه شغل شغل، اقسم بالله حتى شغل المطاعم ما يشتغلون شيء. يا سلام. شوف انواع بالتوفيق ام شهد، الله يوفقه. طيب ان شاء الله ويسر له امورها. يعني عندهم جميع الاكل. نعم. اذا بعد ما يخلصون ضيوفكم من البوفيه مفتوح تقدرون تطلبون حلا ومشروبات كافي. اي أيوة والله ما شاء الله تبارك الرحمن. شباب من المنظر، اي أيوة والله هذا ولي الشباب. سلم. اوه فرحه. يلا شباب شوي الله يلينكم عشان بس الكاميرا، الله يعطيكم الف عافيه ويجعل فيه العافيه. صعب اشغلنا. ليش اشغلنا في النوم؟ اشغلنا في الكاميرا لا ادخل عليه في. طيب شباب خلنا خلوا كل هذه الظاهر انها يسمونها تكه دجاج. هذا الجريش سعد لبيه عندنا. وشي عندهم فود تراك، اذا انت عندك مناسبه بمنتجع شاليه منزل يجون. ما شاء الله تبارك الله، هذه الميزه. شغلهم للامانه. طيب خلونا نستريح وناكل ما لذ وطب. هذا مرقوق. هذا مرقوق، تكفى عاد المرقوق. سلمت. يا سلام مرقوق لحم بالله. شوف صور يا الله يوفقهم. لا للامانه شغلهم جدا مناسب. وقعهم من ولا انا دايم اخذ على الشكل. يا سلام يا سلام والله. لكن شوف وين الصحون يا شباب؟ ام شهد الله يسلمك. الصحون ويني؟ ان شاء الله. هي بيض وجهك شباب. اني مشتي مرقوق لي والله ما اخذه، والله ما اخذه، والله ما اخذه، والله ما اخذه. انا اصلا متغدي خالص. ايش تبغى؟ ايوه بيض الله وجهك. ايش تبغى؟ بعطيك. لا 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 ما بلا مرقوق. شباب اللي يبغى صحن هذا هو موجود. والله بالعافيه عيشتي هذه. ولد استريح يا شباب. طبعا الارقام طالعه على اهم شيء اطلبوا قبلها بيومين يا جماعه الخير.
قبلها بيومين. حط شيء ولد الحارة. نبيه. بس بس نفداك مرقوق ما بي. شفت؟ وسلامتكم. كيف اكلهم يا جماعة الخير؟ ترى ما بجرب. بطل. والله فنان. بالله انا والله ما عندي جامل، وين الملعقة؟ وين الملعقة؟ الله يجعل ما بيطلع. وين الملعقة؟ اعطوني اياها بسرعة. الله يخليك. الله يسعد فنان. الله يجعل نفداك يا حبيبي. لبيك. الله يطول عمرك، يجزاك خير، يرحم والديك. يا لازم يكون عندك ثروم يا ولد، لي ثلاث حلقات. شوف شوف بالله عليك اطلبهم كل مره. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا شباب، خذيتهم الجريش. تكتب الرقم لنا نطلبهم كلهم. الرقم الرقم طالع. عود على تبونه انتم؟ على خشب. التوصيل وين يا جماعه الخير؟ اي في الرياض. الله العظيم في الرياض. في الرياض بس انا موقع على المخ. الله يجعلني توصيل في الرياض. في الرياض. نعم نعم. الله يوفق الرجل ما يعطي حق مجرم. الله يا سلام يعطيها العافية. شباب هذه من عزبته؟ ما ضاحي ارز ارز جع من سواه ودينه ما تمسها النار. شباب وين الملاعق؟ ايوه هذه. احد يبي ملاعق الخدمه؟ يا رب يكرمك ولد. انت وياسك كيف كيف الحياه معكم الاسبوع اللي راح يا الربع؟ تراني والله اني حاب انشد منكم دائما. والله ها 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 يعني بدك متى يوم شفناك يا رب قلبك يا عبد الله. بالله صدق انخصم عليكم شيء ولا شيء؟ نعم ما يتجرى خصم علي. جانا ابو سلطان خصم علي 2000. من يقول لي تلعب بالطفايه؟ ما خصم غير على كانت ولا على الرجال مثلي. ما خصم الا الرياجي رقود فوق ما يدرون ولا يظهرون ولا يدرون. الاسبوع اللي راح ولا نعم اول مره بالحياه اخذ ابو سعد. ابي اشتكي لك. نبه خلي خلص اياه. اسلم هذا كان بشر قاعد اقفل قطاش يخصم علي. تستاهل. احد دخل جوال معك؟ جاء تركي الدوسري شاف احمد رحيم قال ايش جاب الاعداد هنا؟ قلنا لا هذا متصابه لانه يجي دائما ما يشوف. يحسب عايد الغامدي. عايد الغامدي والله شوف انا بشتكي لك يا مبلح. لا لا وش قلت انا؟ احسبها شكلها رجال رجال. وش خذ راحتك طيب. حلو موضوعي. انا رجال انضبطت اسبوعي. يا رجال عندنا عربي. في احد الفقرات التغت الربع؟ لا شفتوا علي علي حرمني اني اسولف الجدار يا عيال. لا والله معك رحيم. والله معك حبيبي انت ولد الحاره والله اني. اسمعني. ها سلام. حل مشكلتي يوم انك قريب من الاداره. اسبوعين اسبوعين انا منضبط. وكل فقرات حضر ويدخلوني في سايد. سايد؟ ايه هلا برايم. ما يسابق. ولا اسبوع هذا عاني منضبط وابي يدخلوني. شوف الاداره مستحيل يدخلون احد في برايم. ها شوف شوف. اكيد عنده اسمع اكيد عنده رصيد خفي. خصم خفي. احمد اكيد مليون في المية عنده خصم أحمد خفي. احمد كافي انه داخل قلوبنا. وانت يا احمد ترى طاعاتك بعض الاهيان يعني تنكب نفسك. وانت ما تدري هذا منضبط. عان عان اسبوع هذا ترى منضبط ولا يضغموني. كيف الصلاه انت تصلي الصلاه؟ اجي اول واحد. ايش لا يلا الله قال ما يذمه طالع فيني. استغفر استغفر احمد استغفر. ما يا احمد الله يغفر لك. مو من ناحيه الله منضبط انا فيه. ندخلهم مسجد عبد الرحمن تخابره. ندخلهم فوق قبام انا اصلي لي علي. الله يكتب اجرك يا احمد رحيم. عيت محمد وينه؟ ليه طيب؟ قلت لك سمعي باقي. هذا كان يودينا نقلص يم المشاعر. الله لهم. سلمى العباس. جماعة الخير. احمد رحيم. صديق لاخوي اللي اصغر مني، صديق له وكان يدرس وياه والظاهر بينهم عشرة. يا احمد. الله يسقى محمد. بينهم عشرة. مثل محمد مجرم. اي والله. على الدتسي نقلص حمار مخير. توظف. بالله وين؟ والله توظف ما شاء الله في عسكري. خبري قلت عسكر. يا حليل. توه باشر اسبوع لله. يضحك الواحد على قبر ابوه. يسلم عليك والله. الله يسلم عليك، رزق يزيد. الله يذكره بالخير يا عيال عباد ها؟ يو سلمان. الله يجعل ابوهم في الجنة. الله يرحمه، والله انه رجعنا. اخو احمد رحيم محمد. يا جماعة الخير في جار لنا على طاري ذكره، ترى 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 الرجال اللي ذكره طيب. يذكر في المجالس بالخير. ذكر الحياه والطيبين يبين. يبين هذا الكلام. والله يا جماعه الخير عباد ابن مسافر المرشد العتيبي. هذا من انقى الرياجيل جعله في الجنه. رجال كريم سبله. رجال قلبه نظيف.
رجال راعي صلاه اول ما يذن المذن والله انه يروح. والله رجال رجال ما شاء الله تبارك الرحمن افعوله في الخير واجد ويحب يساعد الناس. الله يجعله في الجنه. توفى تقريبا قبل سنتين هاي احمد ولا ثلاث؟ لا اكثر اكثر ثلاث اكثر ثلاث حول ثلاث. الله يرحمه والله انا صدمه ابوهم. الله يجعله في الجنه. مساء الخير والله. صغير ولا كبير؟ عيال رجيل. لا والله توه في الاربعينات. خلف ما مات واللي ولد. واللي جاي والله رجيل. والله رجيل الله يستر عليه. هذا احمد. لا لا والله. لا لا سكته. سكته تعب في المستشفى بعدين توفى. ابو منيف عينته. بندر. ما عليه طيب. يود عنهم. في واحد من الاخوان طبعا من الشباب اللي يسلم عليكم جميعا. شو قال اسمه؟ طبعا هو امني. امس في بيشه. طلعت من كافي ولحقني والله في السياره قال امانه ان تسلمني على الشباب حقين سكريبت وخص لي حقين شو اسمه الشهري ومن هو الثاني عبد الله وبهاج. انت يا رجال وفتنا معهم عشان تسكتنا عيال بيشه بس هم عيال بيشه. وقال اسمه والله اني ناسي والله اني ناسي. اهم شيء وصل سلامه والله. اهم شيء الامانه وصلت انا بس اسمه والله ناسي. كنت تعرف اخو احمد الحي محمد؟ من؟ اخو احمد. لا ترى كان ثقيل يا رجال مفلح. ثقيل ثقيل. انت تذكرني يا محمد؟ اي والله كان ثقيل مسوي الله يسكي يا بس ترى طيب ندري انه طيب وقو احنا ما نفل حاله مره يعني قريب. ايش بعد؟ تعال في احد من اخوانك كان يدرس معي؟ نعم والله؟ محمد. انت اكبر واحد؟ محمد. ايش محمد انت عام كم تخرجت؟ انا محمد انا تخرجت عام 31. محمد انت كم عمرك؟ صح؟ ها؟ وقت انا وقعت في الصاله. كم عمرك مفلح؟ انا؟ ايه 28. لا بدخل احنا شهر كم الحين؟ 12. ها؟ 1400 كم انت؟ لحظه بدخل 14 بدخل شهر 1 بدخل 25. ايش دعوه؟ شو 25 شو 25 ما شاء الله. قول ما شاء الله ما شاء الله طالبكم تقولوا ما شاء الله طول العمر ان شاء الله. بس انت متخرج وقفت عمرك؟ ها ها لا ما وقفت متخرج لا عام 31 يعني عمرك 18 هذا لها 12 سنه تقريبا. شلون باقي عمرك 25؟ لا عمري 25 بدخل شهر 1 انقبط عيال 25 انقبط عيال انطرع. قال كم حلقه الماضي قال كم؟ لا لا قلت لكم انا الاسبوع اللي راح عمر رفله علمني 33 باختصار بس قولوا ما شاء الله تبارك الله تو شباب عمر 29 30 لا صدق والله 29 اي والله. محمد حول محمد محمد ابو 30 والله. انا 13 حولي حولي انا ميلاد 13. انت 13؟ اي لا محمد 12. شو محمد؟ محمد اخوي محمد هرش يدرس يدرس معنا في نجد ما ادري ترى انا متقدم سنه يا ابو سعد. سنيني اي شهر انت؟ أربعة ثلاثة 24 ثلاثة. لا أكبر من شهر اثنين. بالله. 13 يا رجيل. أكبر مني. نسيت الكاميرا. أرحب. سلام. أرحب يا أبو مدعي. معذور يا حبيبي. تفضل جعل فيه العافية. أخذ من ذا الكبسة الحارة. ومن الجريش ترى شغلهم زين. المفروض والله ألغد بعد حلقة أبو سعد. دخله. بالله عليك. لا ما عليك. والله نهضمكم ذا الحين بالمسابقات وبننعشكم. باقي في مسابقات؟ اوف عليك الله الله يا ولد والله ما عاد مبلح شفت انت تخرج من المدرسه؟ انت تخرج من المدرسه الثانويه؟ نوفي عتبي صلاه ابتدائي ما بعد جاع نواف اي تو والله ترى صدق نواف والله حولته علي انت. نواف كم كم؟ كان عمره 8 سنين نواف صدقني. كم عمرك يا نواف؟ كان عمره 8 سنين والله ما ادري 8 سنين عمره كم؟ 17 لا وش 17؟ شوف شنو بيعمل اجى توه مطلع البطاقه العام يا ولد اجهر انا بسوي كبير ترى سنينه انا من 1418 كبير لا انك تشيلو والله الا كذاب ان والدي 1422 اقول لك بحاجه من والله اني اكبر من الرجال هذا كم كم سياف صدق 24 يا مبلح مبلح سياف ما شاء الله مبلح تبي تنصدم ترى كم عمرك هذا عود ذا كم عمرك سياف هذا 15 داخل 22 كم عمرك داخل 22 22 تبي تبون الصدمة ابو سعد؟ صحون وينها يا شباب؟ صحون يا حبيبنا صراحة صراحة والشهادة لله توني عمره 19 والله العظيم عيشتهم ما لها شكل اي والله كان حن في بيوتنا
انا كاني في بيتنا. تفضل. العيشه اللي حاجه. لا لا شغلهم زين للامانه. طيب ودكم شاي ولا ما يحتاج؟ حماده ملعق ملعق. لا والله اضبط. ابوي صحن. وسعد. شاي. نبيه الشاي اللي غادي لونه. الله ها؟ الله يعطيك العافية شباب. بيض الله وجيه معنا الشغل الزين. الله خيرهم. الله يجزيك العافية. شباب اذا خلصتوا انتقلوا هناك. الله يحييكم. ما شاء الله. والله نبغى نطلب منهم يا ابو سعد. نبه؟ نبغى نطلب منهم. لا لا موجود ارقامهم حتى يوصلون هنا. يا جماعة الخير ترى التوصيل على الرياض بس في الرياض. لو اطلبهم نفس اليوم يجون نفس اليوم؟ قبلها بيوم. يا اخوي انا احطه على والله قبلها بيوم او يومين. بدون تشد بدون رياء والله ما عندي يمين يسار، انا احطه في ذمتين عيشتهم ما فيها فضل. لا لا اكلهم للامانه زين. والله العظيم شيء شيء. احنا يا جماعه الخير ما نحب نعلن الا لين نجرب الاكل. وللامانه هذا الاكل جدا طيب. فانصحكم انكم تطلبون منه اذا كان عندك مناسبه، اذا كان عندك ضيافه، جاك ضيف غالي تبغى تدلع بالشغل وتتجمل عنده، اطلب هالبوفيه المفتوح كذلك يعطيك سلطات وحلا ومشروبات باردة. وجهك يا حبيبي. أكل حل؟ أكلت والله؟ ما لي بالحلا والله بالله؟ والله بس لكن الأكل جبار. تبي بالعافية. تبي برز ولا تبي هذا شو يسمونه؟ اللي معه دجاج بمرقة أحمد متروح. ها؟ هذا مسالة. مسالة؟ هذا رز وهذا مسالة؟ لا هذا الرز وهذا جريش مرقوق. مرقوق؟ هذا المسالة قسم بالله مسكت. وهذا بطاطس وهذا مدريس هذا بسكوتة. يا عيال في احد مثلي انا مره اكون جوعان 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 زين الله يوفقك تبغى اكل اكلت شوي شبعت. الجوعان ما ياكل واجد بلاك اللي على الصاله ما اكل له شيء قبلها ولا اللي بينقنق اللي يقول لك بينقنق هذا الحق نقنقه والله العظيم اني دايم والله يا ابو حميد ايش رايك في عيشتهم؟ اقسم برب الكعبه والله وحطها في ذمتي انا يا احمد اني ما جامل ولا اتكلم ولا عندي لا يمين ولا يسار ان من افضل لك ورقنا بعيال والله اني انا هنا كاني متغدي في بيتي انا تو متكلم هذا عنده يا شباب والله ميزه حلوه عندك مناسبه عندك جمعه انما ما لكم خلق تطبخون شعبيات عندهم سياره حاطين حسابهم سياره فود ترك كبر حصان حتى ذبايح يطبخون يا شيفنا ولا ابو في مفتوح شيفنا ولا الله فطور وغدا نقرا اصبر 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 خلص اعمل وضعك المستشفى استعداد تام للزواجات والحفلات ام نويله هي يا عيال ترى المشاهد مشاهد عفوا يا عيال 053 ترى اللي باخذ الحصان الليله ها 94 96 عندهم تيك توك بعد عندهم تيك توك وسناب وانستغرام ويطبخون ذبايح وعندهم بوفيه مفتوح ودي اكمل مشوار جبت الاكسايد انا غسلت يدي منه ان شاء الله بيرزقني ان شاء الله يسدد اخطاءه الحصان الاول اخذ احمد رحيم هذا ماشي اقهر عتدي من بقهر اروح لين اجي عند باب الاداره واقوم ارقص واقوم العب واقهرهم يوم كامل والله ما والله يا ويلي ولا لو اجيني والله لا اقهرهم والله والله لا قهر والله لا غسلت سبدي عرح الله يبقيك والله لا غسلت سبدي والله منهم الله ان شاء الله بيكتب لي الله يجعلها من نصيبك والله مامي المجد والرايا سعودية كلن يقدم ما يرضي فيه جمهوره على قناة الفضاء بالصوت والصورة كل الجماهير بالتقدير مشكورة على اسم المجد والرايا سعودية